السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أخباركم إيه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد ورمز جديد، وهو رمز الصرصار في المنام. رؤية الصرصار في المنام كتير منا يراها في منامه، وكتير إنه يكون قلق من هذه الرؤية، وهي فعلا بتكون يعني رؤية تحذيرية لأمر معين ربما إنه يعاني منه الرائي لكن مش واخد باله من هذا الأمر. فأولا، رؤية الصرصار بصفة عامة تدل على أمرين. الأمر الأول، يا إما حسد يعاني منه الرائي، يا إما شخص مؤذي في حياة الرائي وتسبب له في أذى وفي مضايقات. أولا، بالنسبة لرؤية الصرصار في البيت، فهذا يدل على بكثرة، يدل على أن الرائي يعاني من حسد في رزقه وفي حياته وفي بيته. رؤية الصرصار في الفراش، هذا يدل على ربما، والله أعلم، أنه إصابة روحانية أو حسد بين الرجل وزوجته، هذا تسبب لبعض المشاكل وبعض الخلافات بينهم. رؤية الصرصار في المطبخ يدل على حسد في الرزق، وهناك حاقدين علي ينظرون لي في رزقي وفي حياتي. رؤية الصرصار في المرحاض، هذا يدل على شيء من مس أو من سحر ويحتاج لرقية. أما رؤية الصرصار على الجسد بكثرة، هذا يدل أيضا على حسد يعاني منه الرائي ومعاناة في حياته بسبب هذا الحسد، والله أعلم. أما رؤية قتل الصرصار، فهذا يدل على الانتصار بإذن الله تعالى، على الانتصار من الأذى والخلاص من شخص مؤذي في حياة الرائي. رؤية الصرصار أنه ميت، أو في بعض الصراصير الميتة وبعض الصراصير التي ما زالت على قيد الحياة، فهذا يدل على أن الرائي ربما، والله أعلم، أنه يفعل رقية، والرقية نافعة، وهنا يحتاج أن يكمل في الرقية حتى يتخلص من هذا الأذى كله بإذن الله تعالى. أيضا رؤية الصرصار أنه خرج من البيت، فهذا يدل على إن شاء الله بإذن الله تعالى بشرى للرائي بتحسن في أموره وتغير في حاله للأفضل بإذن الله تعالى. وبكذا نكون اتكلمنا عن بعض الرموز الدالة على الصرصار في المنام. يا رب نكون أفدناكم واستفدتم منا إن شاء الله تعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.